وفي هذه الآية رد على الذين نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه. وهذه مقولة المعتزلة والجهمية أنهم لا يثبتون لله تعالى كلاما، ربنا عز وجل ليس له كلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فإن الله تعالى في القرآن أثبت أنه كلم الملائكة، وثبت أنه كلم آدم، وثبت أن الله تبارك وتعالى كلم بعض خلقه، كلم بعض خلقه. فكلام الله تعالى لخلقه ثابت في القرآن وثابت في السنة، وكلام الله تعالى لنبيه موسى قال فيه سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. الذين أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه قالوا: وكلم الله موسى تكليما، ليس هذا من الكلام وإنه من الكلم، بمعنى الجرح، أي جرح الله تعالى موسى تجريح، جرحه بالمعرفة حتى يمتلئ بها. تأويل، حتى وإن قاله بعض أهل السنة، لكن هذا التأويل ليس بالصواب. لماذا؟ لأن هذا السياق فيه معنى تأكيد الكلام، وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد أتى بالفعل ومصدره للدلالة على التأكيد. وأثبت الله تعالى في غير موضع أن هذا الكلام على حقيقته، ومن ذلك قول ربنا عز وجل: إذ ناداه ربه. إذ ناداه أي كلمه ربه، والنداء ثابت لله عز وجل لنبيه موسى: إذ ناداه ربه في أي مكان؟ بالوادي المقدس طوى. طوى هذا اسم الوادي، والمقدس صفة للوادي، إذن الوادي المقدس طوى، اسمه طوى والمقدس صفة لهذا الوادي. وصار ذلك الوادي مقدسا لأن الله تعالى كلم فيه موسى كلاما حقيقيا، ليس كلاما مخلوقا في شجرة ولا كلاما مخلوقا في جبل، وإنما كلمه كلاما حقيقيا.